السلام عليكم. اليوم وصفتنا حلبية بامتياز. اليوم بدنا نحضر اللحمة بالكرز، وصفة كتير مميزة بنكهاتها الطيبة. بدنا نحضرها بطريقة كتير سهلة وسريعة. هلأ بنروح على طريقة التحضير. منبلش بسم الله. طبعا للتحضير هاي الوصفة بيلزمنا نوع مخصص من الكرز. هذا الكرز اسمه كرز الوشنة. هو هذا الكرز بنزرع عنا بسوريا بأريحة، وهو له نكهة كتير خاصة وله طعمة كتير حامضة، وحبته هيك بتكون كتير صغيرة. لازم أفرجيكم الكرز العادي والكرز الوشنة مشان تعرفوا الفرق. شايفين؟ هاي حبته بتكون كتير قاسي، هذا بيكون هيك طري. شايفين؟ وله هيك نكهة كتير خاصة وطعمته كتير حامضة. أنا انطلبت مني هاي الوصفة كتير، بس قلت إذا ما توفر عندي هذا الكرز الوشنة أنا ما رح أحضر الوصفة، لأني ما رح تاخدوا نفس النتيجة ونفس الطعمة. هذا طعمته كتير حامضة. أنا لقيته هذا الكرز بمول كبير طبعا. إذا ما توفر عندكم ممكن تلاقوا هذا المجمد بالفريزة، كمان بيصير مكتوب عليه زوا كيرشة، يعني الكرز الحامض. أنا هلأ لازم أول شيء أنطفه من العودان ومن الورق. أنا هيك بعد ما نظفته من العودان ومن الورق، هلأ بدي أنظفه من البذرة. طبعا هو تنظيفه يعني نطالع البذرة كتير سهل، لأنه مثل ما قلت لكم هو كتير طري، ممكن بس هيك نعمله بإيدنا هيك. شايفين؟ كتير سهل بيطلع، بكل سهولة بيطلع بس هيك. شايفين؟ أو إذا بتحبوا من هاي الاختراعات الجديدة نحط بالشلمونة، بس طبعا الشلمونة يكون قاسية. شايفين كمان سهل؟ شايفين لونه ما أحلى؟ أنا نظفت عنه البزر، صار عندي جاهز. هلأ بدي أطحنه، بدي أطحن ببريق الخلاط. إذا ما متوفر ممكن بالهاند مكسر كمان بيصير. بس قبل ما أطحنه أنا شلت هيك كم حبة مشان التزيين، بيطلع هيك شكله أحلى. طبعا هذا منظف كمان من البزر. هلأ بدي نزله ببريق الخلاط. هلأ بدي أطحنه. هيك جاهز. هلا بدي اصفي. هيك صفيته، بس طبعا احنا ما بنكتفي هيك لاني لسه في هون عنا من الخلاصه، لسه في عنا عصير بحطه هون. انا هون حطيت شي كوب مي، يعني هو بده يغلي بده يرجع يعقد. اول شي طبعا غسلت البزر، بدنا ناخذ كل الخلاصه. طبعا هون حطيت شي كوب مي، بغسل هذا التفل كمان. شايفين؟ ما بدنا عندي شوي صغيره، وبنزله هذا فوق هيك. انا هذا العصير اللي طلع عندي حطيته بالطنجره وشغلت تحته النار. اول شي بدنا نعدل الملح، اول شي بندوق طعمه الملح، بعدين بنحط السكر. انا عندي هيك الكرز صار يغلي، طبعا زبطت الملح. هلا بدي احط انا هون شي ربع كوب سكر، او شيء 4 معالق كبار. طبعا انتو هون بتكونوا تدوقوا وتعدلوا الطعم، بيحتاج سكر او ملح. طبعا احنا لازم ندوقه. هلا ان شاء الله بدنا نجهز اللحمه. انا عندي هون 3/4 كيلو لحمه ناعمه كباب، بدي احط لها معلقه صغيره ملح، وعندي هون معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بهارات السبعه. طبعا هي موجوده بقناتي، اذا بتحبوا بحط لكم اياها صندوق الوصف دائما. عندي هون نص معلقة صغيرة قرفة. هلا بدي ادعكم. هي صارت عندي جاهزة، دعكتها كتير منيح. هلا بدي اقطعها هيك لدوائر عشان ندعبلها. نحط جنبنا شوية مي. كتير منيح. هيك صار عندي جاهزة. هلا ان شاء الله بدنا ننقل اللحمة. انا ها بدي احط هون معلقة سمنة، معلقة كبيرة سمنة. قبل ما تحمى على الاخير بدي اقل شوية صنوبر. بتعرفوا الصنوبر ما بتحمل حرارة كتير، بس ياخد عندي هيك لون خفيف. بدي اطالعه، ما بدنا نحمره كتير لانه بسرعه بيحترق.
بنفس السمنة هلا أنا بدي أقلي طابات اللحمة، طبعا هي أصولها تنشوى على الفحم، طبعا بتطلع أطيب كتير، أو إذا بتحبوا بالفرن كمان بيصير. هيك عندي تقلت اللحمة، طبعا أول شي بيطلع منها هيك شوية مي، بعدين تنشف، شايفين بتتقلى تاخذ هذا اللون هيك، صارت جاهزة. أنا عندي هيك الكرز غلا، شايفين أنا دقته لقيته بده شوية سكر، زودت له شي معلقتين كبار سكر، هلا بنزل اللحمة عليه. هون بنزل كمان من نفس البهارات اللي حطيناها هون، معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة قرفة، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود. بتذكر هدول اللي قلناهم على طرف، هيك شوية كرز بحطهم كمان. هيك أنا خليتها تغلي شي ربع ساعة وصارت جاهزة. هلأ بنسكبها. هلأ صار وقت التقديم. طبعا هاي الوصفة بتتقدم على خبز، بنقطع هيك خبز هيك مثلثات وبنصفه بالصحن، لأن هاي الأكلة بتتاكل بالخبز، ما بتتاكل لا بمعلقة ولا بشوكة. هلأ هو ساخن، بننزله هيك فوق الخبز. هاي طبعا حبات الكرز اللي حطيناها صحيحة، كتير بتعطي طعمة طيبة هيك بتتم. بنحط لها لمسة صنوبر، طبعا هذا خياري بس بيعطي نكهة كتير طيبة، ورشة بقدونس كمان بيعطينا هيك لون أخضر طبعا ونكهة. هذا صحننا صار جاهز. طبعا وبالنسبة لمقادير الكرز أنا حطيت هون كيلو كرز مشان تعرفوا المقادير بالضبط. طبعا بتمنى تجربوا هاي الوصفة، وصفة كتير كتير طيبة هيك بالنسبة للنكهة هيك الحامض والحلو، كتير نكهة طيبة، بتمنى انكم تجربوها اللي ما جرب هاي الوصفة. بتمنى بالاخير يكون عجبتكم، بتمنى طبعا اذا عجبتكم ما تنسونا حطوا لنا اعجاب واشتركوا بقناة اذا ما كنتم مشتركين، واهلا وسهلا بالجميع والسلام عليكم.